لو ناقش معنا بحثنا الصحفي بجريدة الصحافة مراد عليلة مراد صباح الخير أهلا وسهلا صباح النور شكرا جزيلا على قبول الدعوة 20 عضو من الكونغرس الأمريكي وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبوا فيها الرئيس جون بايدن بربط المساعدات المقدمة لتونس باستعادة الديمقراطيه هل مثل هذه المواقف ممكن انها تاثر علي قرار اداره الرئيس جون بايدن الاداره الامريكيه في علاقه بتونس ولا هي مجرد مواقف عابره فقط هي مش مواقف عبرة باعتبار تصدر على مشرعين وعلى ناس موجودة في أحزاب تحكم تداول الحكم في, في الإدارة الأمريكية لكن ديما ثم ثوابت في الإدارة الأمريكية اللي ما ينجمش يفرط فيها لا الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي وقت للسلطة اليوم لازمنا نفهموا اللي راهو الوضع نتاع أمريكا ولا حتى الدول الأخرى الصديقة هذه كما اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي الكل عندها حسابات داخلية وعندها أوضاع داخلية وعندها توريط صار لها في المشهد الدولي يعني الاداره الامريكيه اليوم سجلها ما هوش بالنقاوه ما هوش ربما بالراحه اللي يتصورها البعض يعني اليوم الامريكان مورطين في الحرب الروسيه الاوكرانيه مورطين في كثير من الملفات وثم ازمه داخليه شفنا حتى في الانتخابات الفتره الماضيه في التجديد النصفي في, في الكونغرس والمعركه التاريخيه دائما ما بين الجمهوريين والديمقراطيين <applause> وحتى ثم حديث على عوده الازمه الاقتصاديه وتداعياتها على الاداره الامريكيه وعلى الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي ما نجموش ناخذ الموقف الامريكي بعيد على هذا إلى جانب طبيعة الحال دائما هذه سياسة العصا والجزرة التي تمارسها أمريكا والدول النافذة في العالم على تونس وغير تونس احنا لابد ان نتقبل هذا بكل رحب الصدر كما نتقبل احيانا الاشاده والا التاييد والا التنويه بالتجربه التونسيه كيف كيف وقت يتعرضون بالنقد والا باللوم والا باقتراحات من هذا القبيل ناخذها في سياقها وفي اطارها ولكن التصريحات الامريكيه متواتره هذه الايام في علاقه بتونس ومواقف واضحه تجاه الرئيس قيس سعيد يعني هو في نهايه المطاف آه ثم دفاع على مصالح نتاع الدوله والامريكان يشوفوا رواحهم انه في الفتره الماضيه ربما ثم حتى حديث في مستوى رئاسة الجمهورية وفي مستوى الدبلوماسية نتاعنا على الأقطاب الأخرى أو ربما الانفتاح وثم رسائل جاتنا حتى من قوى نافذة أخرى من روسيا من الصين إلى ذلك وهذا يستفز الإدارة الأمريكية يعني ما نصوروش اليوم ما معناها هي ياسر ديمقراطية في تونس لو جاتهم ياسر ديمقراطية في تونس راهو ما خلوناش نعيشوا في العشر سنوات اللي عشناهم هذا وبالتالي ما استفز الإدارة الأمريكية هو ربما دخول قوى نافذة أخرى على الخط وامكانيه رغم اني نشوفها ضعيفه برشا اليوم مع الحكم اللي موجود في تونس انه ينفتح على الصين وعلى روسيا وعلى غيرها من القوى الاقليميه والدوليه. بعد الفاصل نحبك تجاوبني لانه يقولوا هما انهم اصدقاء تونس ولازم تونس تتقبل منا على اساس انه احنا اصدقاء هل هي علاقه صداقه ام الولايات المتحده الامريكيه تحب تفرض الوصايه نتاعها على تونس هذا سؤال بعد الفاصل. ناقش معنا زينا مواصلين في التحليل والنقاش مع الصحفي بجريدة الصحافة مراد عليلة على أه هل هي علاقة وصاية أو الولايات المتحدة الأمريكية تحب تفرض الوصاية متاحة على تونس أم هي فقط علاقة صادق شوف أنا قد ما نكتب دائما أضع الأصدقاء بين ظفرين لانه الصداقه عندها شروطها وعندها متطلباتها، الصداقه تتطلب انه الناس تقصر مع بعضها في نفس الوقت، التضحيات والتنازلات والفائده احنا اليوم مع الاداره الامريكيه شنو الفائده اللي ممكن نجنيوها التوانسه يعني احنا عندنا قرض عندنا مده نجري وراه في صندوق النقد الدولي والاداره الامريكيه كان بامكانها ان يتعاون أه على مستوى حتى الداخل التونسي يشوفوا حتى الهبات اللي تعطي فيهم الاداره الامريكيه عن طريق سفارتها في تونس والسفير إنها كله يصول وجوه في البلاد يعني هي الحد الادنى اللي ممكن تعطيه دوله في حجم امريكا للشعب التونسي آه السفير هذا مازال مازال جديد حسب لا حسب لا, 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 يتنقل آه. في الولايات اكثر من بعض الوزراء تنقل لافتتاح بعض المشاريع يعني في افتتاح مشاريع يعني لكن ما تمثل حتى شيء معناها بالنسبه المئويه ما تمثل حتى شيء فيما يمكن ان تقدمه دوله في حجم امريكا يعني امريكا كقوه عظمى تسعى الى ان تضع هذه الدول خاصه اللي عندها ربما مواقع استراتيجيه كما بلادنا مم. تحت السيطره ما نساوش اللي راهو ثما الافريكوم احنا منفذ على افريقيا وسمحنا احنا منفذ على اوروبا وبالتالي هل الموقع الاستراتيجي لتونس يخليها دائما مطمع لل للقوى النبذه في العالم وخاصه امريكا اللي تشوف دائما نفسها الشرطي الوحيد اللي لازم يحكم في كل شيء، يعني وقت يعني حتى اليوم في تفاعلها مثلا مع موقف الايطالي يتماهوا في الموقف، لكن شو اللي منحهم زوج باش يعاونوا تونس، هم يزعمون انهم اصدقاء تونس. مي... هذا ايضا عركه نتاع قوى دوليه تحب هي تحكم في العالم. في منافسه لروسيا والصين اللي بده يدخلوا على الخط مع العديد من الدول منها الكثير من الدول الافريقيه كل واحد يحب يستاثر بهذه الصدقه مع تونس ايطاليا تريد ان تستاثر بنصيب الاسد في علاقتها بتونس حتى بقطع النظر علاقتها مع اوروبا يعني اليوم راه ايطاليا وقلت المره انه شو اسمها اليوم رئيس الحكومه نتاعهم تريد ان تعيد ربما مجد روما ومجد للا للا الشعب الايطالي العظيم الى غير ذلك وبالتالي نفهم طموحات هذه الاداره او هذه الحكومه الايطاليه نفس الشيء بالنسبه للامريكان في المتوسط يحبوا يلعبوا دور الشرطي سواء في شرقه او في غرب المتوسط وبالتالي سيستمر ابتزاز تونس انا أعتبره هذا ابتزاز للدوله التونسيه للاسف احنا في تونس نعطيه فرصه لمن هب ودب انه يتحكم فينا انه يستفز فينا وانه يتحدث بمنطق الوصايه علاش لانه عنا جبهه داخليه للاسف مهزوزه عندنا ازمه سياسيه عندنا ازمه اجتماعيه الحوار غايب في المستوى الاجتماعي آه. شوفوا يعني آه. تقريبا تصعيد يومي تقريبا في كل المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه هذا الكل يضعفنا ويخلينا في موقع اللي ربما نخضع فيه في وقت من الاوقات ونضطر حتى نغض الطرف على بعض الضغوط، يعني احنا ماشيين الربيع نتاع المؤسسات الماليه في في امريكا وطامعين في انه ناخذوا القرض نتاعنا وبالتالي قد نصبت قليلا حتى تمر هذه العاصفه. نفس الاعضاء بالكونغرس الامريكي اللي هم عددهم 20 يعبروا عن ما وصفوه بحمله القمع المتزايده على المعارضين في الاسابيع الاخيره في تونس هذه في اطار حمله الابتزاز او عمليه الابتزاز. وتدخل في الشان الداخلي كذلك لا شو فيها فيها لكن زاد اذا اه ثم عباره وردت في 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 موقف الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي المده اللي فاتت يقول لك القيم المشتركه القيم الإنسانية المشتركة يعني حبينا ولكن ثم قيم إنسانية مشتركة الغرب نقولوا عليه نحبه لكن ثم مبادئ وقيم معلنة هنا وهناك يأخذوها هما أحيانا كذريعة لكن إذا أيوة. هذا هو لا شيء اليوم يعني في تونس وقت أنه ثم اعتقالات وثم تحفظات يعني أنا كنجي نشوف هل حشر أسماء معينة في هذا الملف متاع التآمر يعني أمس برك حشر اسم بشرب الحاجة حميدة يعني خلي أنه حتى الشخصية محسوبة من المساندين القويين الرئيس قيس سعيد كما زوال المغزاوي يقول لك حال الوقت لتقديم حقائق ومعطيات حول هذا الملف لنقطع دابر هذه التاويلات وهذه القراءات وبالتالي ثمة لبس للاسف وثمة غموض اللي الوقت فتناه فتنا شهر تقريبا من بدايه الايقافات هذه وحان الوقت ربما لتقديم تطمينات للداخل والخارج حتى لا يواصل هذا الخارج ابتزازنا تحت غطاء حقوق الانسان اللي في نهايه المطاف تقعد هي المشترك بيناتنا. <applause> بالنسبه الى مستقبل العلاقات التونسيه الامريكيه مثل هذه المواقف المتناثره للمشرعين والكبار المسؤولين الامريكيين كيف تشوف مستقبل العلاقات لن تؤثر كثيرا باعتبار ان الاداره الامريكيه قلت عندها ثوابت وشفناها من سواء حكم الديمقراطيين والجمهوريين مصالح امريكا وحلفائها في المنطقه ولا راس الكيان الصهيوني اعتقد هذه الثوابت لا تزيغ عليها لا اداره جمهوريه ولا اداره ديمقراطيه قلت انه دائما احنا الاشكال فينا احنا احنا وجبتنا جبهتنا الداخليه نصلحوا رواحنا حتى نقلص ونقلل من امكانيات وفرضيات انه هذه الناس تتحكم فينا بطريقه او باخرى. لانهم تحدثوا على تطورات المقلقه في في تونس و إمكانية أن تثير أيضا قلق عميق بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس هذوما العشرين عضو في مجلس الشيوخ أو في الكونغرس الأمريكي هذا ما قالوه صراحة من خلال رسالة اللي إلى وزير الخارجية أنتوني بلينك لكن احنا عندنا استراتيجية قديمة وموقعة واتفاق وعندنا تعاون عسكري وتعاون استراتيجي وأمني في المنطقة وبالتالي هذا في طرد الضغط الداخلي للإدارة الأمريكية في حتى جانب تصدير أزمة داخلية وتعبير الازمه الداخليه وبالتالي ناخذوه ماخذ الجد ما نستهينوش به لكن ما نهولوش وما نصوروش انه الاداره الامريكيه مش يصحى ضميرها وغدوه مش يبدلوا موقفهم على خاطر ثم 20 نايف في الكونغرس تقلقوا من الديمقراطيه في تونس م. ما تقلقوش منها في فلسطين وما تقلقوش منها في الدول الاخرى تقلقوا منها في تونس مواقف عابره حسب ما فهمت من لا من مش كناه. عابره هي مؤثره أي. هي في تط... معناها يعني حاله نتاع استنزاف اليوم حاله نتاع ابتزاز مستمر لتونس وبالتالي احنا لابد ان نفكر بهذه الطريقه انه كيف نقلل من حجم الخسائر مجلس حقوق الانسان في مستوى اخر تونس ترفض 91 توصيه بعد استعراض تقريرها وتقبل 191 توصية موجهة من 112 دولة أهم التوصيات المرفوضة أو تونس لم ترد عليها هي تنقيح المرسوم عدد أربعة أو خمسين بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات وعدم إحالة المدنيين والصحفيين على المحاكم العسكرية والمساواة التامة بين الجنسين وإعادة المجلس الأعلى للقضاء اللي تم حله بقرار من رئيس الجمهورية ما هي التوجهات العامة كي تقرأ يا مراد علي ما هي التوجهات العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان؟ يعني احنا قلناه بداية الأسبوع كنت وقت علقنا على بيان وزارة الخارجية أن يعني كانت الخارجية سعيدة ومنتشية بأنه تم قبول التقرير الدولي بتاع تونس. في هذا المحفل الدولي لكن قلنا ايضا ان هذا داخل في العراف الدبلوماسيه ان الدول تقدم تقاريرها تقبل تصريحات وانتقادات الوفود نتاع المجتمع المدني ونتاع الحكومات وتتعهد بالمراجعات في قادم الايام لكن احنا في تونس شفنا انه ثم تم غض الطرف على هذه يعني شو اللي كان يمنع الخارجيه التونسيه ان تتحدث على انه ثم اشياء ثم احيانا بعض المسائل المتعلقه بالسياده تقول تقول ثم مسائل محسومه في تونس مثلا ما من ناخذهاش من ومش ممكن نعديها في تونس اليوم، مثلا كيف مساله المثليه ولا غيرها. من حقك انت كدوله تقول هذا اذا كانك انت مقتنعه به تعتبره من ثوابت، لكن بالنسبه للمسائل الاخرى مساله دقيقه ومش تكون عندك تدايات، اليوم الناس تحط طالبك بانك تعيد النظر في المرسوم 54 هذا اللي قاعد قاعد يقلق في البلاد وقاعد يخلق في مشاكل نحن في غنى عنها، الى جانب ايضا احاله التوانسه المدنيين على المحاكم العسكريه. هذا السادات القانون يقريوه في الجامعه التونسيه ويقولوا فيه. بعد احنا نجيو في مش حتى في الجامعه، حتى في المعاهد وحتى في الواحد في اطار التربيه المدنيه نقريو فيه لتلامذتنا واطفالنا، وبالتالي بعد كي نخرجوا للمجتمع نلقاو ناس تحال على القضاء العسكري، هذا يخلق اشكال، وبالتالي الحكومه مطالبه ربما باعاده النظر في كثير من المسائل، وتتعامل مع هالتحفظات هذه باكثر جديه لانه مش تعاود تطرح و <applause> ومش يتواصل بها الضغط المعنوي كما قلنا والابتزاز لانه مجلس حقوق الانسان في نهايه المطاف ما يصدر عنه من توصيات ومن قرارات تأخذ المؤسسات الماليه والدول الصديقه بين ظفرين آه. كله مربوط ببعض كله مربوط ببعض بح. نحكي على ازمه المياه في الجمهوريه التونسيه في جندوبه الفلاحه يطالبوا باعلان حاله الجفاف قطع للمياه متكرر في العديد من ولايات الجمهوريه اجتماع في وزاره السياحه للنظر في الاقتصاد في المياه بالوحدات السياحيه هذا خلى اذا حركات احتجاجيه شفناها في صفاقس وقطع الطريق كيفيه معالجتها هذه الحلول اللي يقترحوها الخبراء والحلول موجوده تقريبا ولكنها مراد علاله تتطلب وقت، احنا متاخرين مازلنا في ايجاد حلول حينيه والا كيفاش المساله لازمنا نتحركوا خلال الايام والسنوات القادمه. هو شوف تجاه كل ازمه ثم مستوى اول لم رد فعل لازم يكون عاجل. ما يحتملش التاخير وثم ما هو ربما مؤجل او يطلب أيه. امكانيات وتخطيط اكثر اليوم تجاه ازمه المياه في تونس احنا مطالبين باتخاذ جمله من الاجراءات العاجله اللي لما فر منها واحنا قادمين على موسم صيف وعلى موسم سياحي وعلى موسم فلاحي الى غير ذلك عندنا مشكله كبيره في تونس دائما ننسى اللي عملناه ثم منجز الدوله الوطنيه نقول رأوا في الازمات اللي مرت بها تونس يا ما نبعدوش احنا في الازمه الكوفيد والكورونا هنا تقريبا قدمنا تجربة جيدة للعالم لو كان عاودوا نقراوها شوية ونشوفوا شنو سر نجاح فيها هو تلك الثقة التي تم إرساؤها بين التوانسة كلهم حكما ومعارضة ومجتمع مدني غير ذلك اليوم شنو اللي يمنع أن تكون عندنا مقاربة اتصالية اتصال أزمة نوضحوا فيه للتوانسة اللي هو على بينا راهم توانسة يعرفوا منيح اللي عندنا مشكلة نتاع يا أخي المطر ما م... صبتش عندنا سنوات عندنا أزمة نتاع مياه حقيقية <applause> <applause> الفلاح يعرفوا منيح اللي حتى على اللي قراب للمجاري نتاع السدود نتاع الواحد يقول لك ما ثماش ماء وبالتالي شنو اللي يمنع أنه يكون يكون ثم تواصل ورؤية لدى وزارة الفلاحة لدى المؤسسات والوكالة تتابع عليها تصارح بها الناس تشرك الناس في القرار نمشي وراي مش صعيبة برشا انت عندك موزم سياحي اليوم ثم ما هو عاجل اليوم انت تحب تأمن وفي نفس الوقت تعمل في الدعاية وزارة مم. السياحة خاسرة فلوس وجي في ناس يا سيدي رشد استهلاك الماء بدل حنفيات اقتصادية في النزل عمل مضات يعني مش صعيب نفس الشيء في الفلاحة اليوم انت كي تضرب انه المواد الاساسية الفلاحية متاع الخضار خاصة انك تقول ما تغرس سيادي وما تغرس سيادي لانه عندي ازمه مياه يشتري إيه البدائل متاعك التوريده انت عندك امكانيات باش تورد وبالتالي ما ثم حتى ان تكون عندنا مقاربه كامله سيدي نبدا الكلام الكبير استراتيجيا آه وخطط آه مقاربه بسيطه فيها ما هو فو معناها فوري وعاجل وفيها ما هو ربما طويل شويه الامد اللي نصبروا بها على بعضنا ونحاول نخرج من الازمه هذه بها هو في الحديث عن عدم الاكتفاء بالمصادر التقليديه للتعبئه والتقليص من نسبه المياه المهدوره تقريبا 35% من الماء الضايع ماشي في السيركوي نتاع نتاع الصوناد وهذا الكل لمواجهه مشكله الشحن لو كان نرجعه من 35% نرجعه على الاقل 20% فممكن هذا يحسن على كل شكرا جزيلا مراد على الصحفي بجريده الصحافه على حضورك بحذانا اليوم الصباح وانت البارح كتبت مقال في جريده الصحافه تقول سؤال الساعه حول وضعنا المائي الماء قطرة قطرة في انتظار الحصول أيضا على رد من الصناد والله العظيم غريبة يعني رد من الصناد اللي تخرج وتصدر بلاغ ولا تتحدث معنا كوسائل إعلام وتصرحنا علاش يتم قطع المياه بصفة متكررة ومستمرة ويوميا في العديد من الولايات نحكيوا تونس الكبرى بأربع ولايات نحكيوا على المونستير نابل الجربة وصفاقس وغيرها من الولايات الاخرى هذه على الاقل لي ريكلاماسيون اللي قاعده تجينا على ستاندار توا من نهار الخميس اللي فات وحنا في السوناد وبعثنا لهم كل الوثائق المطلوبه اللي طلبوها من من اجل ترخيص التصريح ولكن ما فماش حتى اجابه على كل احنا مازلنا مطبعين الموضوع هو بالقياس الموضوع هو, هو بالقياس آه. أنا في بدايه الحصه جبتوا مختص في, ال... في البترول وفي النفط كيفاش واضح للراي العام راهو دور الاعلام هو انه ينير الراي العام ويساعد من يحكم على اداره البلاد على كل ثمانية وربع باش يكون ضيفنا الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باش نحكيو هجرة ونحكيو أيضا مبادرة مش اتحاد الشغل هي مبادرة رباعي ولكن المنتدى موجود في هذه المبادرة لحظات ويجيكم زياد حسني في الأخبار الوطنية والعالمية